ملفتة، يعني كيف أكتب موضوعا في القدم أو الوضعية الإجمالية التي عدد نقاطها هي 4 في الاختبارات الرسمية، فهي تقلب هذه الوضعية الإجمالية، نقاطها تقلب موازين الطفل، إما أن ينجح وإما أن يعني يخسر، لذلك نؤكد عليها دائما وطبق الطرق التي سنقوم بها لكي نكتب موضوعا. لاحظوا السبب، يعاني اطفال العالم من ازمات الحروب فتضيع طفولتهم بين الدمار والخراب. التعليم، اكتب نداء الى سكان العالم لوقف الحروب ونشر السلام والمحبه بين الناس او بين الشعوب، وذلك في 10 اسطر موظفا صفه مرفوعه ومضافا الى. لا بأس، الآن هذا الموضوع الذي بين أيدينا، أولاً يجب أن نتفاهم عن شيء وهي عناصر الوضعية، ما هي عناصر الوضعية؟ الآن أولاً أبدأ بأول شيء هو عنوان الوضعية، يعني ماذا تحكي هذه الوضعية؟ هي كتابة نداء. 2، ماذا طلب مني؟ طلب مني التوظيف، اكتب له ماذا اوظف؟ صفة مرفوعة ومضاف إليه. 3، احترام عدد الأسطر، احترام عدد الأسطر قال لي 10. ورابعا الكتابة بخط جميل وأسلوب متميز، هذه الشروط الأربعة للوضع، دون أن ننسى خامسا أن لكل وضعية إدماجية فيها المقدمة والعرض والخاتمة. إذا لكي أكتب موضوعا في التعبير ويكون هذا الموضوع صحيحا يجب أن تمر أو أن يمر الطفل بهذه المراحل. أولا السنة عندنا والتعليم موجود، ماذا ينقص لك؟ تنقص ورقة المسودة، المسودة، أحضر ورقة مسودة وأسطر عليها 3 عناصر هكذا، يعني 1 هنا أكتب المقدمة، وهنا العرض، وهنا الخاتم. المقدمة هنا يجب أن أقدم لهذا الموضوع بمقدمة لا تكون موجودة هنا في التعليم، فأقول مثلا في المقدمة كثرت الحروب والمعارك في العالم بسبب النزاعات المتواصلة بين الدول والشعوب، وقد أثر هذا على حياة كثير من الناس، خاصة الأطفال الذين ضاعت طفولتهم
طفولتهم بين أربعة جدران يمتلكهم الخوف والرعب، فإن بقوا في منازلهم تتهدم على رؤوسهم، وإن خرجوا تدمره القبائل العشوائية. إذن هذا هو التمهيد الذي أبدأ به الموضوع. سأعيد المقدمة. كثرت الحروب والمعارك في العالم بسبب النزاعات المتواصلة بين الدول والشعوب، وقد أثر هذا على حياة كثير من الناس، خاصة الأطفال الذين ضاعت طفولتهم بين أربعة جدران يمتلكهم الخوف والرعب، فإن بقوا في منازلهم تتهدم على رؤوسهم، وإن خرجوا تدمرهم القنابل الأشعة. أن أصل إلى العام وهو هنا، أكتب نداء إلى سكان البلاد. أنا سأكتب هذا النداء على لسانك أنت أيها الطفل، وأقول العرب هل أنا طفل جزائري محب للسلام، أدعو كل إنسان إلى العمل لبناء حياة سليمة لا سخط فيها ولا دموع، فيا سكان العالم لا تصموا أذانكم عن أصوات القلائل إلى أين ستذهبون بهم، صمتكم يقتلهم، لقد سئموا هذه الحياة يريدون أن يعيشوا، فأقول لكم أوقفوا هذه الحرب، نعم بالسلام والمحبة، فمن أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا. إذن هذا هو
نصل إلى الخاتم. من يسمع ندائي من يعينني على نشري سأكون له شاكرا. مع كل الضحايا الحروب نعم انتهى. وهكذا انهي هذا الموضوع بالختم. الان لما اريد ان اكتب هذا النص، الان لا اكتبه في ورقه الاجابه بهذه الطريقه، هذه مسوده. الان لما تاتيني الورقه الرسميه لا اكتب المقدمه ولا اكتب الختم، ابدا مباشره، يعني امحي هذه الاجزاء الثلاثه وابدا في الكتابه. ما استنتجته هنا كمقدمة وكعرض وكخاتمة. الآن سأعيد قراءة هذا النص للمرة الثانية. فاسمع. كثرت الحروب والمعارك في العالم بسبب النزاعات المتواصلة بين الدول والشعوب، وقد أثر هذا على حياة كثير من الناس، خاصة الأطفال الذين ضاعت طفولتهم بين أربعة جدران. ضاعت طفولتهم بين أربعة جدران يمتلكهم الخوف والرعب، فإن بقوا في منازلهم تتهدم على رؤوسهم، وإن خرجوا تدمرهم القنابل العشوائية. أنا طفل جزائري محب للسلام، أدعو كل إنسان إلى العمل لبناء حياة سليمة لا سحب فيها ولا دموع. فيا سكان العالم، لا تصبوا أذانكم عن أصوات القنابل، إلى أين ستذهبون بهم؟ صوتكم يقتلهم، لقد سحبوا هذه الحياة، يريدون أن يعيشوا. فأقول لكم أوقفوا هذه الحرب. نعم للسلام والمحبة، فمن أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا. من يسمع ندائي، من يعينني على نشره، سأكون له شاكرا مع كل ضحايا الحروب. الآن سأضع التسطيح حول ما طلب مني. طلب مني أن صفة مرفوعة، أنا طفل جزائري. إذا جزائري صفة مرفوعة. الآن نبحث عن المضاف إليه، عن أصوات القنابل مضاف إليه. إذا هذا سطرت على الكلمات التي طلب مني. إذا وهذا النص نقول عنه بأنه مهدى إلى أطفال ليبيا الشقيقة. إذا هذا النص مهدى إلى أطفال ليبيا الشقيقة، وشكرا ورعاكم الله، رافعوا دروسكم ونحن معكم دائما، سنصلون إن شاء الله إلى المجلس.